عقدت لجنة تقييم مراكز الخدمات الحكومية حلقة نقاشية بعنوان مستقبل مراكز الخدمات الحكومية في مملكة البحرين، والتي جاءت بتعاون مشترك بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومعهد الإدارة العامة بيبا. تهدف الحلقة النقاشية إلى التباحث والتشاور في سبل تطوير معايير تقييم هذه المراكز بما يواكب المتغيرات والمستجدات ويتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. هذا وقد أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمات الحكومية أن مخرجات هذه الحلقة النقاشية رسمت نهجا استشرافيا واضحا لمعايير تقييم مراكز الخدمة المستقبلية عبر وضع التكامل الحكومي ضمن الركائز الأساسية لمعايير تقييم هذه المراكز وتوظيف الإبداع والابتكار لرفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية. من جانبه قال سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية إن المعهد قام بتنظيم وإدارة الجانب العلمي الخاص بالحلقة النقاشية بما يخدم الرؤى والتطلعات الحكومية المشتركة والرامية إلى جعل خدمة المواطن هو المحرك الرئيسي للارتقاء بالعمل الحكومي. إطلاق برنامج تقييم مراكز الخدمة صاحب السمو الملكي شكل اللجنة ومر بدورات من التقييم، ساهم طبعا عملية التقييم في وضع معايير وإطلاق دليل وساعد الجهات الحكومية ومراكز تقدم الخدمات أن يطور من خدماتها، يكون في رضا أكثر للعملاء، طريقة التعامل، البيئة الموجودة في المراكز. الآن إحنا بعد مرور تقريبا 3 دورات بصدد الانتقال للمرحلة اللاحقة اللي هي ما بعد المراكز، كيف ممكن ترتقي المراكز أن هي تتحول إلى مراكز افتراضية تقدم خدمات تفاعلية يكون فيها يعني نقلة وقفزة لمستقبل هذه المراكز. اليوم نسعد حقيقة بوجود نخبة من العاملين في القطاع العام اللي يخدمون المواطن اللي مسؤولين عن المراكز الخدمية. الهدف من التجمع اليوم هو أن ناخذ أراءهم، مرئياتهم، إشكالياتهم، شلون ممكن نرتقي، هم بيدهم في الماء الحار، فشلون ممكن نرتقي بالعمل وتقديم الخدمات إلى المواطن والمقيم والزائر بأكثر المستويات تميز، بأكثر المستويات ابتكار. طبعا وزارة صناعة والتجارة والسياحة من الجهات اللي تكون في هناك كثير من التعاملات مع المراجعين من خلال ما يخدم السجل التجاري وغيره من الأمور الثانية في قطاع الصناعة وغيره وخلافه. احنا يعني نشوف ان هذه فرصة جيدة جدا لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر التجارب اللي تقوم بها الوزارات الصديقة بالمملكة البحرين وتطلعات الحكومة الرشيدة في تحسين الخدمات المقدمة أونلاين. كذلك هناك لابد أن تكون هناك فرص للتحسين بشكل أكبر.